يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارات تعتبر من الحلف بغير الله تعالى؟ أولا بالحرام لا أفعلن كذا. نعم، بالحرام هذا حلف، حلف بغير الله، لأن الباء باء القسم. نعم. وبالثلاث لا أفعلن كذا. ثلاث؟ نعم، عند الطلاق يصدق. ما يجوز الكلام هذا، لا يجوز الحلف بغير الله. نعم. وبذمتي لا أفعلن كذا، كله ما يجوز، لأنه حلف بغير الله عز وجل. نعم. وما معنى قول الصحابة رضوان الله عليهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ هذا فداء، ما هو قسم، هذا فداء، أفديك بأبي وأمي. نعم.